وزير الخارجية الأمريكي يصل الدوحة ويلتقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. القوات العراقية تواصل تأمين الموصل بعد استعادتها، ومنظمة العفو الدولية تدعو إلى التحقيق في الانتهاكات ضد المدنيين. اليوم الثاني من مباحثات جنيف يقتصر على مفاوضات تقنية، والمعارضة تطالب بهدنة شاملة في سوريا. وصل وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون وصل إلى الدوحة قادما من الكويت في إطار جولته الحالية في المنطقة، بهدف إيجاد حل للأزمة الخليجية، وذلك عقب دعوة كويتية أمريكية بريطانية لأطراف الأزمة بسرعة إنهائها من خلال الحوار. وفور وصوله بدأ تيلرسون محادثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على أن تعقبها محادثات مع وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قبل أن يتوجه إلى السعودية. وكان تيلرسون قد أجرى أمس الاثنين مباحثات مع أمير قطر مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، تركزت على جهود الحل الأزمة الخليجية. هذا وناشدت كل من الكويت والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا كافة أطراف الأزمة الخليجية على سرعة احتواء الأزمة الراهنة في المنطقة وإيجاد حل لها في أقرب وقت عبر الحوار. أكد مدير مكتب الاتصال الحكومي في قطر الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني أكد أن الحصار المفروض على بلاده يعد انتهاكا صريحا وصارخا للنظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي واتفاق الرياض المبرم عام 2014 وآلياته التنفيذية. كما أكد مدير الاتصال الحكومي في تصريح لشبكة CNN أن أحكام اتفاق الرياض ونصوصه تهدف إلى ضمان التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وتعزيزه، وكذلك إقرار سيادة الدول مع عدم التدخل في الشؤون الداخلية. ولكن ما حدث أخيرا من هجوم وادعاءات غير مبررة تهدف إلى الاعتداء على قطر من قبل دول الحصار. الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني أوضح أن مطالب هذه الدول لا علاقة لها مطلقا باتفاق الرياض، وأنها تضمنت هذه المرة إغلاق قناة الجزيرة ودفع التعويضات، مشيرا إلى أن إجراءات دول الحصار أدت إلى تشتيت الأسرة الخليجية. أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن انتهاء العمليات العسكرية في الشطر الغربي من الموصل، وقد شهد الشطر الشرقي احتفالات عفوية لسكان المدينة بإعلان انتهاء المعارك. التفاصيل مع طارق ماهر من هناك. وضعت الحرب أوزارها في الموصل بتأمين ضفتي نهر دجلة. هنا عاد الهدوء إلى منطقة الإقلاعات آخر مواقع مسلحي ما يعرف بتنظيم الدولة في مدينة الموصل القديمة. صور الطائرات المسيرة من الجو تظهر المدينة وقد غطاها تراب القصف والتفجيرات، وتنقل آخر تفجير انتحاري للتنظيم. وعلى بعد كيلومتر واحد في منطقة الملعب أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بيان نهاية خلافة البغدادي. أعلن هنا من هنا وللعالم أجمع انتهاء وفشل وانهيار دولة الخرافة والإرهاب الداعشي الذي أعلنه الدواعش من هنا من مدينة الموصل قبل 3 سنوات. أما في باقي الأحياء فتواصل القوات العراقية انتشارها في المدينة خشية هجمات متوقعة لخلايا التنظيم النائمة، بالإضافة إلى البحث المتواصل عن الأنفاق التي حفرها التنظيم تحت المنازل والأزقة، فيما يستعد القادة الميدانيون لتطبيق خطة تأمين المدينة بعد طرد التنظيم. توجد لدينا أهداف عديدة أخرى يتواجد فيها تنظيم داعش، من الممكن أن هذه الخلايا النائمة تستغل حركة هذه القطاعات وتعمل فوضى داخل هذه الأحياء، لكن هناك أيضا خطة معدمة بعد التحرير لغرض فرض السيطرة والأمن على هذه الأحياء. من بقي من الأهالي تنفس الصعداء بعدما سكتت الأسلحة وهدأت المواجهات وساد السكون أرجاء المدينة التي أرهقتها الحرب خلال 5 أشهر متواصلة. أما في معسكرات القوات العراقية فيجري الاستعداد على قدم وساق للتهيئة للمعركة المقبلة في بلدة تلعفر التي ستكون الوجهة المقبلة للقوات العراقية بعد استعادة الموصل،
طارق ماهر التلفزيوني العربي من مركز قيادة قوات الشرطة الاتحادية في الموصل. ويبقى معنا طارق ماهر من الموصل. طارق، يعني ساعات على إعلان تحرير الموصل من قبل العبادي، هل فعلا انتهت جيوب التنظيم في جميع أنحاء أو أحياء المدينة؟ عاد الهدوء ليخيم على سماء مدينة الموصل وأحيائها بعد يوم واحد من إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بصفته القائد العام للقوات المسلحة عن بيان انتهاء العمليات العسكرية وطرد آخر عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة من الشطر الغربي من مدينة الموصل. أكثر من استبشر بهذا البيان هم أهالي المدينة وتحديدا سكان الجانبين أو الشطرين الأيسر والأيمن أو الشرقي والغربي الذين احتفلوا بانتهاء العمليات العسكرية وهي بداية لعودتهم إلى منازلهم، خصوصا وأن هنالك أكثر من نصف مليون من سكان المدينة ما يزالون يسكنون كنازحين في 10 مراكز إيواء تتوزع في عموم المدينة ومحيطها، وبالتالي سمح هنا في مراكز القيادة والسيطرة التابعة للقوات العراقية مثلما سمح باقي الوحدات والصنوف بالتمتع بإجازة الجنود التي كانت محجوبة خلال الأشهر الأربعة الماضية. الوحدات العراقية بدأت بإعادة تنظيم صفوفها وانتشارها وإعادة وصيانة أسلحتها المختلفة كما يجري هنا بالنسبة لسلاح طيران الجيش في مركز القيادة والسيطرة التابع لقيادة الشرطة الاتحادية التي تنهمك طائراتها بالتحليق فوق سماء المدينة في محاولة لإسناد القوات العراقية التي انسحبت وحدات كثيرة منها من داخل الأحياء إلى محيط المدينة. تم إصدار قرار بمنح أو السماح لأفواج الطوارئ وشرطة المدينة المحلية بإمساك بعض الأحياء تمهيدا لبسط السيطرة الكاملة للشرطة المحلية على هذه المدينة، وبالتالي القوات العراقية ستبدأ بالانسحاب تباعا في محاولة لمسك الأرض من قبل الشرطة الاتحادية التي ستسمح بدورها لخبراء المتفجرات بإكمال مهمتهم تمهيدا لإعادة الأهالي النازحين إلى منازلهم وطي الصفحة العسكرية بكاملها. نعم طارق ماهر مراسلنا من الموصل، شكرا لك. وفي سياق متصل، طلبت منظمة العفو الدولية بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في جرائم بحق المدنيين في الموصل يحتمل أن يكون قد ارتكبها ما يسمى الدولة الإسلامية أو القوات العراقية أو التحالف الدولي الذي يدعمها. وأكدت منظمة أمنيستي في بيان أنها جمعت أدلة تفيد بأن ما يسمى الدولة الإسلامية ارتكب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب من بينها استخدام المدنيين دروعا بشرية. في المقابل اتهمت المنظمة الحقوقية الدولية القوات العراقية والتحالف الدولي الذي يدعمها بشن هجمات غير قانونية باستخدام القوة غير المتكافئة في بعض الحالات. بعد 9 أشهر من القتال والقصف المتبادل والكر والفر بين القوات العراقية وعناصر ما يعرف بالدولة الإسلامية، ها هي الأفراح تعم أرجاء الموصل. أصوات الفرحة هذه تخفت ويعتريها القلق والسكون إذا ما طرح السؤال الأصعب في هذه المرحلة عن مستقبل المدينة وسكانها، خاصة إذا علمنا أن أكثر المباني قد هدمت وبعضها يكاد يكون غير قابل للسكن بسبب دمار المباني جراء القصف المتواصل. بيتي انقصف من قبل طيارات التحالف، قصف كان بيه دواعش، انقصف من قبل القوات التحالف، فوقع بيت مال الطابق الثاني، وقع عند الطابق الارضي ما يحويني انا والعائله مالتي. ويخشى الاهالي من العمليات الانتقاميه اذا اعتاد التنظيم على عمليات الكر والفر والتفخيخ وزرع العبوات الناسفه، ما يجعل مستقبل اهالي المدينه في خطر مستمر. ويرى مراقبون أن عناصر التنظيم وأتباعهم ليس لهم سوى خيارين لا ثالث لهما، إما الهروب كباقي العناصر أو القتال حتى الموت، وهذه الأخيرة أخطر ما في الأمر، وهنا سيكون المدنيون بين نيران العمليات الانتقامية وممارسات الجماعات المسلحة الأخرى وعناصر الجيش العراقي التي باتت تنظر لأبناء المدينة على أنهم إما عناصر من التنظيم أو موالين لهم. مع ذلك الانتصار العسكري، لكن التحديات الأمنية ستستمر، لأن
داعش مرتبط بفكر، والفكر لن ينتهي على أساس العمليات العسكرية. من يتبقى من داعش على مستوى الخلايا النائمة ستتحول بكل الأحوال إلى خلايا نشطة فيما يرتبط باستهداف المدن. مستقبل المدينة الغامض وازدياد المخاوف يضع الحكومة العراقية أمام تحديات كبيرة، أهمها إتاحة الفرصة لعودة النازحين إلى منازلهم، فضلا عن توفير الغذاء والدواء لأهالي المدينة المحاصرين منذ شهور، وترميم ما يمكن ترميمه من المنازل، خاصة أن المعارك تسببت بأضرار كبيرة قد تطيل رحلة عودة المدينة إلى سابق عهدها، والأهم من ذلك توفير الأمن والأمان لكي لا تعود هذه المشاهد مرة أخرى. وبالعودة إلى ملف الأزمة الخليجية، معنا المحلل السياسي والأكاديمي دكتور علي الهيل. أهلا بك سيدي على التلفزيون العربي. إذن كيف تقرأ كمحلل سياسي عودة الولايات المتحدة إلى بقوة للتدخل لحل الأزمة الخليجية الراهنة وزيارتها لدول كالسعودية والكويت وقطر اليوم؟ يبدو أن الأزمة عندما تصل إلى ذروتها تبدأ تنحل بالتدريج، كما يذهب إلى ذلك كيسنجر في إحدى نظرياته السياسية. جاء ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي ليضع اللمسات النهائية وليلعب دور المخرج السياسي ولتوج جهود الوساطة الكويتية والتركية والفرنسية إنجاز أن نعتبرها وساطة، والجهود البريطانية الأخيرة التي قادها بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني. إن ثمة اعتبارين أساسيين يجعل أمريكا تدخل بقوة على خط الأزمة الخليجية. أولى هذين الاعتبارين أن الولايات المتحدة الأمريكية هي حليف استراتيجي للدول الثلاث في المنظومة الخليجية المقاطعة والمحاصرة لدولة قطر، بالإضافة إلى مصر الدولة التابعة لها في العالم العربي. الاعتبار الثاني هو أن شركات إكسون موبيل وكبريات شركات النفط والغاز الأمريكية ومعهم توتال الفرنسية قد ضغطت على الولايات المتحدة الأمريكية بأن تجعل هذه المنطقة من العالم، منطقة الخليج العربي، منطقة آمنة ومستقرة سياسيا واقتصاديا، لأن دولة قطر اختارت التوقيت المناسب للإعلان عن اكتشافها لحقل من الغاز ضخم في منطقة بحر الشمال القطري. هذا المتغير وهذا المعطى الجديد دخل أيضا هو بدوره على خط الأزمة، لأن هذه الشركات تريد أن يكون لها نصيبا في الغاز القطري الجديد، لا سيما أن دولة قطر قد دعت شركات صينية واتفقت مع الصين على أن يتم تسويق الغاز القطري الجديد بالعملة الصينية ألا وهي الإيوان، وهذا طبعا أثار حفيظة الرجل الأمريكي الجديد في البيت الأبيض الذي نعرف عنه أنه يحب المال حبا جما ويأكل التراث أكل لما، وهو رجل بزنسمن ورجل أعمال، ولذلك رجل أعمال، ولذلك هو أفسد الطبخة على وزراء خارجية الدول الأربع في القاهرة، وبذلك تكون دولة قطر قد حشرتهم في الزاوية الحادة لقاعة مؤتمرهم. نعم دكتور علي، يعني يقال بأن تيلرسون ضرب عرض الحائط بالبنود 13 للدول المحاصرة ويريد استبدالها بشروط أخرى توقع عليها جميع الدول حتى قطر، ومنها أيضا ملف مكافحة الإرهاب. ما مدى صحة هذه يعني ما أشيع حول هذا الموضوع؟ هذا كلام صحيح في المطلق، لأن المطالب 13 منذ البداية كانت وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة الخارجية الأمريكية والسفيرة الأمريكية هنا في الدوحة كلهم نظروا إليها أنها مطالب غير معقولة وغير مقبولة في الحد الأدنى، وأكثر من ذلك هي غير قانونية لأنها لا تتكئ
إلى أي سند قانوني، وتعد خرقا واضحا لميثاق الأمم المتحدة وللقوانين الدولية. الآن يقول ريكس تيلرسون كما فهمنا نحن هنا في قطر، وأنا لدي معلومات بهذا الصدد، أن تكون الشروط متبادلة بين دولة قطر ودول المنظومة الخليجية. إذا أنتم لديكم مزاعم على أن قطر تؤوي إرهابيين، فإن قطر أيضا لديها مزاعم أنكم أنتم في السعودية وفي البحرين وفي دولة الإمارات تؤون إرهابيين كذلك. فمثلا فإن دولة الإمارات تؤوي أحمد علي عبد الله صالح، وعلي عبد الله صالح والحوثيون كلاهما تقاتلهم المملكة العربية السعودية ومعها دولة الإمارات، وكان معها دولة قطر قبل نشوب هذه الأزمة. وإذا أردتم من دولة قطر أن تراجع سياسات الجزيرة التحريرية، طبعا الإقفال شيء لا يتماشى مع الذوق الدولي على الإطلاق، وخاصة في الدول الديمقراطية التي تؤمن بحرية التعبير والرأي والرأي الآخر، فإنكم يجب أن تراجعوا السياسات التحليلية والتحريرية للإم بي سي وللعربية ولسكاي نيوز الخليجية ولجريدتي الشرق الأوسط والحياة في لندن. وإذا أنتم تريدون من قطر أن تغلق أي قواعد لديها، فإنكم أيضا لديكم قواعد عسكرية برية وبحرية وجوية. إذن كما قلنا في بداية هذه الأزمة، يجب أن تكون المعاملة بالمثل. نعم، شكرا المحلل السياسي والأكاديمي الدكتور علي الهيل، كنت معي من الدوحة. دعا عضو الهيئة السياسية للائتلاف السوري المعارض أحمد رمضان، دعا إلى تثبيت وقف إطلاق النار في عموم الأراضي السورية كي يمكن الحديث عن أرضية متينة للعملية السياسية. وأكد رمضان في تصريح للتلفزيون العربي أن وفد المعارضة إلى مفاوضات جنيف منفتح على جميع المبادرات التي تخدم قضية الشعب السوري، معلنا تأييده التفاهم الروسي الأمريكي بشأن خفض التوترات في الجنوب السوري. هناك نقطة مهمة في هذه الجولة هي تثبيت ما تم التفاهم عليه في اللقاءات التقنية حول المحاور الأربعة: الانتقال السياسي، الآليات الدستورية، الانتخابات والحكم، وبالتالي الانتقال إلى صلب العملية السياسية الآن، وهذا يثبت أن المعارضة جاهزة. لكن في المقابل يجب أن يكون هناك تمهيد عبر وقف إطلاق كامل للنار في داخل سوريا، وليس فقط تخفيف التصعيد. للأسف تم اتفاق فيما يتعلق بالجنوب أمريكي روسي، على الرغم من ملاحظاتنا حول آلية التوصل لهذا الاتفاق، لكن اليوم تم خرق هذا الاتفاق من قبل النظام والميليشيات الإيرانية بدعم وغطاء أيضا من سلاح الجو الروسي في منطقة ريف السويداء بزعم وجود داعش. نحن نؤكد رسميا عدم وجود على الإطلاق أي قوة لتنظيم داعش أو أي تنظيم متطرف في تلك المنطقة، وما هو موجود فعليا هو الجيش الحر ممثلا بجيش أسود الشرقية إضافة إلى القوى المتحالفة أيضا معه. وبالتالي تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل هو أساس لنجاح المفاوضات التي تجري في جنيف الآن. سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على مواقع جديدة في الأحياء القديمة بمدينة الرقة عقب اشتباكات مع ما يعرف بالدولة الإسلامية، وترافقت الاشتباكات مع قصف مدفعي وصاروخي متبادل بين الطرفين، فيما شنت طائرات التحالف الدولي غارات عدة على مواقع التنظيم والأحياء السكنية في المدينة. ومن الجدير بالذكر أن قوات سوريا الديمقراطية شارفت على السيطرة بشكل كامل على الأحياء القديمة في مدينة الرقة. أعلنت فصائل المعارضة السورية إسقاط طائرة حربية للنظام وإصابة مروحية بالقرب من منطقة أم رمم في البادية السورية، مشيرة إلى سقوط الطائرة في مناطق سيطرة قوات النظام قرب مطار السين في ريف دمشق الشرقي بعد اشتعال النيران في أحد أجزائها. وجاء ذلك بعد اشتباكات مع قوات النظام والميليشيات المساندة لها، استعادت خلالها فصائل المعارضة السيطرة على منطقة أم رمم والتي تقع قرب تل مكحول الاستراتيجية، كما أسفرت الاشتباكات عن مقتل أكثر من 35 عنصرا من قوات النظام السورية. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل: مقتل 16 شخصا في تحطم طائرة عسكرية بولاية ميسيسيبي الأمريكية.
أهلا بكم من جديد. قتل 4 أشخاص بينهم مدنيان على الأقل، وأصيب 21 آخرون بجروح في معارك يومي الأحد والاثنين بين مجموعات مسلحة متنافسة شرق طرابلس بحسب ما أفادت به وزارة الصحة الليبية. وأكد مسؤول ليبي استمرار الاشتباكات بين فصائل ليبية متنافسة شرق العاصمة طرابلس لليوم الثاني، ليستمر انقطاع الطريق الساحلي ومنع السكان من العودة إلى منازلهم. ونقلت وكالة رويترز عن عضو في مجلس بلدية القرابولي القريبة من طرابلس قوله أن أصوات أطلاق نار كثيف ما زالت تسمع في المنطقة، وأضاف أن الاشتباكات نتج عنها دمار هائل في المنازل والمحلات التجارية بسبب القصف العشوائي، كما أجبر عدد من السكان على النزوح من منازلهم. وكان القتال قد اندلع قبل مساء الأحد عندما حاولت جماعات مسلحة تعارض حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة الاقتراب من العاصمة، وقوبلت بمقاومة من جماعات منافسة متحالفة مع الحكومة. أعلن الجيش التركي مقتل 11 مسلحا من حزب العمال الكردستاني بغارة جوية نفذتها طائرات الجيش في منطقتين جنوب شرقي البلاد. وأضاف الجيش في بيان له أن 8 مسلحين قتلوا في إحدى الضربات الجوية قرب الحدود السورية في منطقة داركجيت بإقليم ماردين. وأشار البيان أيضا إلى مقتل 3 مسلحين من حزب العمال وتدمير كهف في ريف إقليم هكاري يقع على الحدود مع العراق وإيران. أنا مع جولة في آخر أخبار الاقتصاد. قال البنك الدولي في تقرير الأخير الذي خص به الأزمة السورية أن الصراع في سوريا تسبب بخسارة الاقتصاد السوري 226 مليار دولار، أي ما يعادل 4 مرات الناتج الإجمالي المحلي السوري. وقال البنك الدولي أن الخسارة الاقتصادية الأكبر تتمثل بالدمار الكبير في البنى التحتية الأساسية التي وحدها تضمن إمكانية استعادة السوريين لعيشهم المشترك، الأمر الذي يشير بوضوح إلى الأهمية الكبيرة التي يجب أن يتم إيلاؤها للاقتصاد البناء في برنامج إعادة إعمار سوريا. تراجع مؤشر فينيك فاكتورز الذي يعنى بنشاط صناديق التبادل المصرية بنسبة 2% بسبب الارتفاع الأخير الذي سجله التضخم الأساسي، والذي وصل إلى مستوى 31.95%، وسط توقعات تشير إلى إمكانية محافظته على خطه التصاعدي إلى مستوى 35% في حال لم يستعيد الجنيه المصري عافيته من جديد بعد خسارته ما يزيد عن 50% من قيمته منذ خطوة التعويم. قال وزير المالية الفرنسي برونو ليميري إن فرنسا ستخفض العجز في ميزانيتها بما يتناسب والسقف الأوروبي المحدد 3%. وقال ليميري إن الطريقة لتحقيق هذا الهدف الذي طال انتظاره يأتي من خلال تطبيق الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لا سيما في سوق العمل الفرنسية. يذكر أن فرنسا التي من المتوقع أن تسجل عجزا في ميزانيتها هذا العام بنسبة 3.2% تستمر بتجاوز السقف الأوروبي للعجز في الميزانية على مدى السنوات 10 الماضية. أشارت الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها الأخير الذي خصت به مستوى الاستثمار في مشاريع التنقيب والاستخراج النفطي إلى أن مستوى الاستثمار في القطاع النفطي الصخري الأمريكي ارتفع إلى ما يزيد عن 50% خلال العام الحالي. وأشار التقرير إلى أن مستوى الاستثمار في النشاط النفطي الأمريكي سينعكس بزيادة مستوى الإنتاج بنسبة 6% خلال العام الحالي. يذكر أن الاستثمار في النفط الصخري الأمريكي تراجع بنسبة 44% بين عامي 2014 و2016 بسبب تراجع أسعار النفط. أصدرت وكالة إبسس موري تقريرها الدوري الذي يقيس سهولة القيام بالأعمال حول العالم، وأشار التقرير إلى أن نيويورك تمكنت من المحافظة على موقعها الريادي العالمي، في حين تبوأت أبو ظبي المركز الثاني عالميا، أما بالنسبة للمركز الثالث فكان من نصيب لندن التي تخطت باريس وزيوريخ بالرغم من التبعات السلبية المباشرة المرافقة للبريكزيت.
أدى سقوط طائرة عسكرية من نوع C-130 في مقاطعة ليفور بولاية ميسيسيبي في الولايات المتحدة الأمريكية إلى مصرع 16 شخصا على الأقل. وذكرت قناة NBC الأخبارية نقلا عن مصدر محلي أن الطائرة سقطت في منطقة وعرة بالقرب من طريق رئيسي، وشهدت أعمدة الدخان تتصاعد من مكان الحادث، فيما أكد حاكم الولاية أن الطائرة كانت تقل عناصر أمن دون تحديد مصيرهم. لم تهدأ موجة التظاهرات في البرازيل احتجاجا على السياسة التقشفية التي ينتهجها الرئيس ميشيل تامر، ففي ساو باولو خرجت تظاهرة ضخمة أحرق خلالها المتظاهرون مجسمات للرئيس تامر تعبيرا عن رفضهم خطط حكومته المحافظة لإصلاح نظام المعاشات. ميشيل تامر كان قد وصل إلى الرئاسة بعد الإطاحة بالرئيس اليسارية ديلما روسيف بوساطة حجب الثقة، وتعهد بتحسين أداء الاقتصاد البرازيلي عبر خطة إصلاحات قاسية، إلا أن سلسلة الفضائح التي تلاحق حكومته أثرت في نفوذه وقدرته على المضي قدما في تنفيذ برنامجه. وتعد هذه آخر حلقة في سلسلة من قضايا الفساد التي تهز الطبقة السياسية في البرازيل منذ أعوام. اندلع حريق في مخيم للمهاجرين في جزيرة ليسبوس ببحر إيجي شرق اليونان، وتظهر صور التقطها هواة تصاعد الدخان من داخل مخيم موريا، فيما سادت أجواء من الذعر والفوضى بين العائلات الهاربة من المخيم، ولم يتضح بعد سبب اندلاع الحريق. يذكر أن شخصين لقيا حتفهما وأصيب آخرون إثر حريق شب في المخيم ذاته في تشرين الثاني ونوفمبر الماضي. وبهذا نأتي إلى نهاية هذه النشرة، زورونا على موقع الإنترنت العربي.tv، كما بإمكانكم إبداء آرائكم ومقترحاتكم على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.